خامس الأشواط ينطلق وشجاع العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. تتواصل التحديات والانطلاقات في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المحل التاسع، وفي هذا الصباح وفي هذه الأيام المباركة. أتقدم مع شوطنا الخامس للحقائق الأبكار مع أول الأسماء. هنا فتنة خميس بن محمد بن خميس المريخي يقدم لنا فتنة على أول الأسماء، ولكن التغيير من كرارة، من غيرت إلى أول الأسماء بشعار جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل، غير الى المركز الاول والمركز الثاني، من غيرت ايضا الى اول الاسماء. هنا الوصول من بيان علي بن محمد بن سعيد بن ناصر بن سويدين بن سويدين، من يتقدم. من يتقدم شعار بن سويدان مع المركز الاول، المركز الثاني شعار فاران بن قريع، من يتقدم في هذه اللحظات مع هذا الاسم وهذا الشعار، شعار البريدي من ينطلق في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. المركز الثالث كرارة بشعار جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل، ورابع الاسماء الوصول من فتنة خميس بن محمد بن خميس بن عويضه المريخي يقدم لنا فتنة. المركز الخامس من نختتم بالنداء الوصول، مروحة هدي بن بطي الشامسي، من يقدم لنا مروحة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمندفعة على أرضية هذا الميدان. العودة إلى الصدارة، العودة إلى الانطلاق الأول، هنالك بيان، بيان مع أول الأسماء. من يتقدم؟ علي بن محمد بن سعيد آل سويدين، من ينطلق في هذه اللحظات، ولكن غيرت شواهين محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري، غير مع أول الأسماء، انطلق ليضيف النقطة الثانية لهذا الشعار، اندفع شعار البريدي. المركز الثالث الوصول من قبل مكارم محمد بن سعيد بن حمد آل بريس المري، قدم لنا مكارم وشعار الشراب مع ثبات، ثبات يا ثبات. حمد بن محمد بن علي الشراب يقدم لنا ثبات. المركز الخامس وصلت شواهين محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري، يقدم لنا شواهين، ولكن العودة إلى البريدي، من انطلق إلى أول الأسماء اندفع مع شواهين محمد بن فاران بن عتيق آل بريد المري، باحثا عن النقطة الثانية لهذا الشعار الكبير، لهذا الشعار العملاق، شعار البريدي مع شواهين على أول الأسماء. المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات، من يتقدم مع المركز الثاني؟ مكارم محمد بن سعيد بن حمد آل بريس المري، يقدم لنا مكارم. المركز الثالث الوصول والقدوم في هذه اللحظات، شعار هنا حمد بن محمد بن علي الشراب، يقدم لنا ثبات مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من كرارة محمد بن سالم بن محمد بن بخيت، ولكن البريدي انطلق مع شواهين محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري، يضيف النقطة الثانية لهذا الشعار، ولكن الوصول مكارم
مكارم مع المركز الثاني بشعار هنا البريص، يتقدم مع مكارم محمد بن سعيد بن حمد آل بريص المري، مكارم مع ثاني الأسماء، مكارم 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 مع المركز الثاني، شواهين ومكارم، شواهين ومكارم، ولكن مكارم ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء، على هذا التميز في هذا الصباح، ما شاء الله عليها، ما شاء الله حواليها. انطلقت مكارم محمد بن سعيد بن حمد آل بريص المري، سلام يا المري، سلام سلام يا مالك مكارم، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز في هذا الصباح. يحضر شعار البريص مع مكارم بهذا الانطلاق المميز والكبير، تهانينا والناموس لمالك مكارم محمد بن سعيد بن حمد آل بريص المري المركز الثاني، شواهين محمد بن فران بن عتيق المري المركز الثالث، كانت كرارة محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المركز الرابع، ثبات حمد بن محمد بن علي الشراب المركز الخامس، شواهين محمد بن طحنون بن جابر المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك مكارم محمد بن سعيد بن حمد آل بريص المري وصاحب الشوط الرئيسي في هذا الصباح. يضيف النقطة الثانية لهذا الشعار الكبير، التوقيت الزمني 6:13:58 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مكارم محمد بن سعيد بن حمد آل بريص المري المركز الثاني، شواهين محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري 6:17 بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث، كانت كرارة محمد بن سالم بن محمد بن بخيت 6:17:48 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا السادس والزميل